كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله والرجاء راه تيكونوا ماتش في لي ماتش الكبار كبار ان شاء الله يكون الخير غادي تكاليفه ان شاء الله. واش تنقول لك كلشي شاف التحكيم هذيك المزاله وكنتمنى ان شاء الله ما يبقاوش يتعاودوا في حال هاد الاخطاء هادو في حفاد لي ماتش الكبار. كنبغي نشكرهم اخويا وعلى لقيتها لي اللي تيبينوا على في تشامبيونز ليغ في البطوله حيت ما ساهلاش كيلعبوا كل 3 ايام وبلا ديبلاسمون وداكشي ان شاء الله كنتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله.